اهلا وسهلا، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. نقدم لكم فيه طرطه ديال التفاح كتجي رائعه ولذيذه وغزاله. نتمنى لكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه والمقادير. اولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تجربوها وتعطوني تعليق ديالكم اللي كتبين لي على رده الفعل ديالكم كيفاش جاتكم. ونتمنى اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديال القناه. ونبداو على بركة الله في المقادير. أول حاجة عندنا 4 البيضات، شوية الملح، ناخذ الطراب وغنطربوا الكل حتى تجانس العناصر بحال هكا. ونزيدوا السنيده، كاس ديال السنيده ما عامرش، ونزيدوا نطربوا. بعدك ما كنضربوا البيض مع السنيده مزيان، كنزيدوا كاس ما عامرش ديال الزيت النباتيه وكنكملوا التراب ديالنا. في هذه المرحله غنزيدوا جوج ياغورت بنكهه الفاني، ممكن تعوضوهم ب 200 غرام ديال جبن الريكوتا كتجي رائعه به. هنا عندي ساشي ديال الفاني غادي نزيدها على الخليط ونكمل التضراب. غادي نشد دابا الدقيق، غادي نغربلو الدقيق دائما حسب الخليط. المهم تكون العجينه ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه بزاف. غادي نخلى الدقيق ديالي وغنزيد جوج خمارات ديال الحلوه معاه. من بعد ما وجد لنا الخليط ديالنا على هذا الشكل غادي احتفظ به، غناخذو
التفاح، انا غنبدا بالتفاحه الاولى، غادي نقيها وغادي نقطعها مربعات صغيره وغنضيفها للخليط. غادي تهز ليا هذا الخليط، غيهز لي تقريبا 3 تفاحات صغار او 2 تفاحات كبار اللي عندكم موجود. واحد الكميه ديال الكركاع اللي تكون اختياريه كتعطي واحد القرمشه في الطرطه، وغنضيف عليها حبيبات ديال الشوكولا حتى هي كتعطي واحد المذاق رائع، وغنخلط الخليط ديالي كامل، وغنحضر المول ديالي فين غادي نصب هذا الخليط ونكملوا مع بعضياتنا طريقة حتى النهاية. كنصبوا الخليط ديالنا على هذا الشكل في المول، من بعد ما درت ليها الورق طبخ من التحت باش ما يلصقش ليا. ودابا غناخذ 2 تفاحات اخرين وغادي نقشرهم وغنحاول نقطعهم ونستفهم على هذا الشكل فوق الطرطه. الا قلت لكم هذه الطرطه كتجي رائعه جدا، سورتو الا تبعتوا المقادير والطريقة على هذا الشكل، كتجي رائعة. غناخذ 2 معلقات ديال سنيده كبار وغادي نديرهم فوق التفاح اللي حطيت من الفوق على هذا الشكل. كندخلو الفرن على نار مهيله حتى كيطيب وكيتحمر، وكتجي داك السكر سنيده اللي حطيت من الفوق كتجي معلكه ملي خرجناها جات على هذا الشكل. نحاول نقلبها باش نحيد لها داك الورق الطبخ، ولكن من الاحسن تخليوها تتبرد، انا راه زربت عليها. المهم دابا كنقطع فيها وهي سخونه لانهم بغاو ياكلوها دابا، ما بغوش يصبروا، وكلاوها سخونه وجاتهم زوينه، ولكن الا بردات كتكون احسن، كتكون لذيذه، تجي هشيشه ورطبه ومذاق رائع. نصحكم تجربوها كما شفتوا، الصوره باقا سخونه، انصحكم تجربوها لانها رائعه جدا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، والوصفه ديال اليوم ديال هاد التورته تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانكم تجربوها في اقرب الاوقات وتردوا عليا الخبر.
إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ومع السلامة.